بداية دخول الهلال الأحمر الكردي كانت من بداية تأسيس المخيم بنزوح أهالينا من راس العين لهاي المنطقة نتيجة العدوان على مناطق راس العين. طبعا احنا بلشنا بأول يوم تبنى فيه المخيم أو دخلوا أهالينا على هذا المخيم، كان لنا بصمة كتير قوية بتأسيس هذا المخيم كهلال أحمر كردي، كتقديم معونات بالفترة الأولى من نزوح الأهالي ومساعدتهم إنه نوفر لهم مكان آمن بهذا المخيم. بيستمر عملنا كهلال أحمر الكردي نقطة رعاية صحية أولية من بداية تأسيس هذا المخيم. طبعا هاي نقطة الرعاية الصحية الأولية بتضم العيادات الداخلية والنسائية والأطفال مع المخبر وقسم الدعم النفسي وقسم التسقيف الصحي اللي بينتشر بين الأهالي بالمخيم لتوعيتهم من الأمراض الوبائية الأمراض الموسمية ضمن المخيم. تقريبا فينا نقول الأمراض الموسمية هي أمراض دائمة يعني شائعة بين المدينة كمان وبين المخيمات، عم نشهد هاي الأمراض الموسمية بشكل دوري اللي هي الانتانات التنفسية الرشح من هاي الشغلات. الحمد لله تخطينا الأمراض الجائحة مثل كوفيد أو هاي، ما عاد عندنا أي حالات بالمخيم. عندنا مرض فينا نقول وبائي هلا بالمخيم يلي هو مرض الجرب، مع الأسف منتشر بمخيم واشوكاني. نحن كهلال أحمر الكردي عم نقدم الدواء لهذا المرض وعم يتم علاج المستفيدين من هذا المرض، بس ما عم نشوف قابلية من الأهالي أو يمكن فينا نقول جرعة الدواء حسب البروتوكول العالمي ما عم تكفي للمنطقة اللي نحن عم نعيشها أو البيئة اللي نحن عم نعيش فيها لحتى يشفى المريض بشكل أسرع. الكبار بالسن ما عم يستفادوا عليه كتير، الأطفال عم يستفادوا بس الكبار بالسن ما عم يستفادوا كتير، لأنه نسبة الدواء أو جرعة الدواء اللي عم تجينا كبروتوكول منظمات جرعة خفيفة ما جرعة قوية لا تتعايش مع البيئة اللي نحن عايشين فيها. بالنسبة للعيادات الداخلية أكثر الأمراض اللي عم نشوفها يلي هي مرض يعني المفاصل، آلام المفاصل، الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة المرضى محددين عم ياخذوا علاجهم بشكل شهري أو فينا نقول نصف شهري من نقطة الهلال الأحمر الكردي، يعني عم نمدهم بدواء المزمن دائما بشكل دوري. الآلام المفاصل مع الأسف عم نعاني من المسكنات القوية أو فينا نقول العلاج القوي، لحتى هي المسكنات الخفيفة اللي عم نعطيها للمستفيد عم يستفيد عليها بس ما لها الاستفادة اللي كتير كبيرة. عيادة الأطفال هي الرشح، الإسهالات يلي يعني شائعة بين الأطفال بشكل عام. في عنا فقر الدم وسوء التغذية، أغلب الأطفال بحاجة فينا نقول دواء اسمه المولتي فيتامين يعني الفيتامين الكامل، للأسف هذا بيجينا بشكل قليل يعني من قبل المنظمات. نحن بنشوف حاجة الأطفال، في أطفال في نقص حديد، نقص دم يعني فقر دم معهم بحاجة لهذا الدواء، يعني هو الفيتامين الكامل بيحتوي على كامل الفيتامينات. عيادة النسائية في عنا حصل كلية، يعني فينا نقول الحصل الكلوي بيجي كمان من المي، المي اللي هي إنه ما تجي مي صافية 100%، مثل ما الكل بيعرف إنه نحن بالحسكة منطقة إنه مقطوعة من المي صار فترة كتير كبيرة. فينا نقول بالمدن يمكن فيهم يشتروا المي الجاهزة أو المي المفلترة، بس الوضع المعيشي بالمخيم ما بيسمح للأهالي إنه يشتروا هاي المي المفلترة. المي عم تتكلور من قبل المنظمات بس ما عم تعطي هالصفة كله لحتى الأهالي المخيم يشربوه ما يعني ما يلاقوا الأمراض منه. فالحصل الكلوي فينا نقول إنه عم يجي من المي تقريبا. المخبر شغال كمان على مدار اليوم عم نستقبل تحاليل، التحاليل العامة كلها موجودة ضمن المخبر. في عنا عيادة الدعم النفسي اللي عم تستقبل جلسات دعم نفسي للمستفيدين، في جلسات فردية وفي جلسات جماعية. في عنا قسم الشكاوي المساءلة يعني نوقف على راحة المستفيد، الشكاوي اللي عم يقدموها بالنسبة لنقص الأدوية. فينا نقول في هامش شوي من قبل المنظمات الإنسانية لمخيم واشوكاني، في أمراض عم تنتشر، عم يصير سرعة انتشار بين الأهالي، يعني هاي الهامش من قبل المنظمات فينا نقول إنه هو اللي بيأثر على سرعة الانتشار، لأنه مواد النظافة مرت فترة ما توزعت بالمخيم أبداً فترة كتير طويلة، فهذا الشيء إنه بنعتبره شيء من الأساسيات مواد النظافة لحتى
الأهالي بضمن المخيم يحافظوا على نظافتهم، الخيم، تبديل المخيم، تبديل الفرش. مثل ما عم لاحظ في مخيمات عم يتبدل فيها بشكل دوري، بس للأسف كمخيم واشوكاني بنستنى فرصة من أي منظمة لحتى يصير هذا التبديل. عم أجي لجاي على المستوصف من يعني أجي مشان أخذ أدوية، أدويتهم هين حيل كويسة. أجي لجاي أستفيد يعني حتى أحسن ما أطلع برا، أدويتهم هين حيل كويسة يعني يفيدون. تنتشر بهالوقت هذا كله من التلوث، المخيم يعني كله ملوث وأطفال بدها تلعب، عشان هيش يصير أكثر شيء جرثومة. إيه عم يتحسسوا الأطفال هسا، أكثرية الأطفال تعيجوا يسجلون لجا من وراء التحسس. الشيء يكون الحرارة والصدر من البرد، لأنه الخيمة باردة يعني تشغلين صوب ما شغلين تظل باردة، مو مثل يعني البيت تظل على طول باردة الخيمة. وإذا ما تشغلين صوب زادينا ما نقدر. من أول النزوح أنا بالمخيم إحنا مرتاحين به، عشان الرجع إحنا كنا نريد الرجع يعني إذا صح إن رجع نرجع ما نقول لا.